طبعا اول حاجه اني اسف جدا على اي تقصير مني، هذا اول شيء. ثاني حاجه نوعد قدام الناس كلهم، قدام المشاهدين، اني مستحيل نتخلى عليك، ولا انك تفكري تمشي لدار المسنين او دار العز زي ما تقولي، انت مكانك عندي هنا. وحتى لو كان عمري اقصر من عمرك، اني موصي زوجتي ان تكوني انت معها، وانت اللي تربي صغاري ان شاء الله باذن الله. صغارك يمشوا لها يحبوها هلبا والله. نمشي انا وياهم ديما. هذا وعد معناته؟ اكيد وعد، هذا عهد ووعد، وكيف ما تبي تحسب اني مستحيل. بقى فرحت يعني اليوم انت هلبا بجديات هلبا. تودي شوف الوجه هذا من فرحه. والله الا فعلا اكيد. طبعا امي، هذه امي يعني بجد، يعني حسيت ان الاشياء اللي فقدتها شيء معين في شخصيتي كانت وفرتها لي خالتي اللي هي امي. كانت تفهم علي على الطاير، وكانت سند لي، وكانت تتوجه فيا لما كنت حتى في سن المراهقه وفي وضعيه معينه. يوم اللي تجوزت يوم اللي اخترت شريك حياتك كان لها دور. لا، هو زواجي كان تقليدي دائما، كان زواج تقليدي يعني. حتى زواجي ماخذت العيله اسبوع كنت مدير العرس. اسبوع كنت درت العرس. حتى لما تزوجت كان يعني زواج، وفعلا كان ناجح بجديات. الحمد لله. نصيبات. زوجتي حتى هي متفاهمه مع خالتي هلبة يعني، وتحبها هلبة. حتى لما نقعد اني ما نكلمهاش تقول لي كلمها الحق.